نشرب ونجيب ولا نقتل ونجيب. احنا بقينا عايشين كله عشان نسد الايجار. وانتوا كل ما في العام طالبين الشقق بتاعتكم تاخدوها. بقى لكم قد ايه؟ كام سنه؟ وارقام اهي بقى لنا احنا مش شايفين الشارع ولا ايه؟ اسمع حضرتك يا فندم. حامد حقيقي حامد. برضو حاجة حالة حاجة. محمد مرسي ريحنا. المحافظ جاني لمرجى المقتل. اسمه ايمان. اسمه النواح. ولا حد سأل ولا حد جه. انا ممكن اجيب الفرش عشان انا بعد سنتين وعيالي نايمة في الشارع وحريق حريق. حضرتك حلقة خاصة برضه. اسمع حضرتك. فريد جدع عبد الحميد سليمان. ايوه فندم. ساكنين في عزبة الصفيح منطقة عشوائية. من زمان واحنا مقدمين ولا حد سأل علينا. في عزبة الصفيح. منطقة انا عامل السويس بقى الواحد انا عايزين يعني اي حد مسؤول اللي الشعب اتاثر عليه طلب كم طلب اتاثر عليه وما حدش يجي ولا يتحاسب. واحنا عاملين في الفوارة بطوبة وصوت. عاملين شايدة مين؟ ايه قصتك في الحالات الخاصة؟ قصة محرومة. قصة محرومة بس بصراحة حضرتك مش حد سأل فيا. وتقدمت الطلب؟ وتقدمت الطلب مفيش حد سأل فيا. اسمك حضرتك؟ نجاح شكر محمد أيمن سمير كامل عبد اللطيف. معاه ثلاث عيال وقعد معايا في الشقة. وجواز سنة 2000 ما استلمتش فيها وقوة خمس بيها.